نعم حازم، يعني في هذه اللحظات تشهد أو يشهد مجمع الشفاء الطبي تزاحم من الناس وسيارات الإسعاف التي تحاول أن تجلي الإصابات التي كانت في الغارة الإسرائيلية الأخيرة عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة. هناك عدد من الشهداء، عدد من الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي في هذه اللحظات، ولا زالت سيارات الإسعاف وأيضا والتي تساندها سيارات المدنية تنقل المصابين وأيضا تنقل الشهداء الذين ارتقوا في هذه الغارة الإسرائيلية قبل دقائق قليلة من الآن. لا زالت الآن نتحدث وحالة من الذعر بين المواطنين، ازدحام من الآن. شهيد ثاني في هذه الغارة. إذن شهيدان في هذه الغارة الأخيرة في وسط مدينة غزة. نعم، يتم إخراج الجثة الثانية الآن، الشهيد الثاني من قسم الاستقبال والطوارئ إلى الثلاجات. ولا زالت حتى الآن غارة، لا نعلم أين هذه الغارة، ولكن على أي حال حازم يعني نقول بأن شهيدان حتى هذه اللحظة، وعدد من الإصابات، العدد مرشح للزيادة. الحديث عن استهداف لمجموعة من المواطنين المدنيين عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة، الحالة التي بات فيها مجمع الشفاء الطبي هي صعبة. نعم محمد، ابقى معنا إذا